هذه الورشة لصناعة الأواني النحاسية هي الوحيدة بولاية جيجل، وهي كل ما بقي من زمن النحاس. هم ثلاثة إخوة بالملية، لازال النحاس لديهم فنا وحرفة وتراثا يتوارث. خويا الكبير هذا تعلم الحرفة هذه في قسنطينة بكري، وجا لهنا زيدنا تعلمنا بيا بخويا معاه في ثلاثة هاد العائلة، ونخدمو عايشين منها. آلات من زمن غابر ما زالت تؤدي المهمة على أحسن وجه، يبدو أن صبرها كان من صبر هذه الأيادي التي عشقت فنا كان يملأ البيوت الفاخرة دفئا وجمالا. تعلمناها على أساس باه نخدمو نجيبو نخبزو وخناصو، وجعنا ربي المكتوب تسمى بشوي بشوي حاجة بحاجة نبنيو فيها حتى نتبناتو، وحنا رانا عايشين وناكلو في الخبز ومحافظين عليها، حنا الوحيدين اللي حافظنا عليها في نوينايا نتاع جيجل. هي تحف جميلة لم تكن إلا معدنا صار يتشكل بين زوايا الورشة أياما وشهورا. يزمك تفصلها وتزيد تراسيها، ومن بعد تفوت المرحلة دي النقاش يلكشها، ومن بعد تطرك وتزيد تتبونا دي يحب يخدم الخدمة دي مضيفة، ومن البوليساج تزيد تفوت الكروماج. أواني وفوانيس للزينة لها زبائنها بنقش مميز يتفرد به النقاش ليكون محليا خالصا. النقش تاع الميرية يتميز عن تاع قسنطينة، هما يخدموا بطريقة وحنا نخدموا بطريقة، فيها النوعية مازالنا كانيتيم تاعنا ماشي هذا تاع قسنطينة، متحوفة متقونة ومطلوبة في السوق. هم ثلاثة إخوة مازال نبض الحرفة فيهم يسري، وبريق النحاس يضيء يومهم من أجل أن تبقى الحرفة وتسلم مشعلا للأبناء.